السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن الناشط السياسي صلاح حسني البكوش من الإفلات من خاطفي صباح الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من شهرين من الإخفاء القسري. مصدر مقرب من البكوش أكد للتناصح أنه تم خطفه من قبل جهة مجهولة، وأن مكان احتجازه تنقل من مقر ما يعرف بالزحف الأخضر بالفلاح ومقر آخر بالسياحية، والعودة به إلى الفلاح مرة أخرى. ويبدو البكوش في حالة صحية جيدة، وذلك بعد اختطاف دام لأكثر من شهرين منذ مساء الجمعة في 27 من يناير مطلع هذا العام. أكد مصدر من مدينة مقتل عنصرين من ميليشيات حفتر في انفجار لغم أرضي بمحور الدار الحمر جنوبي المدينة. المصدر أضاف في تصريح للتناصح أن عبد الوهاب بوشوال وحسين بويحة قتلا إثر محاولتهما التقدم مع ميليشيات حفتر على حدود مدينة درنة لدرية، مشيرا إلى إصابة عنصر آخر بجروح متوسطة. هذا وتشهد المحاور الجنوبية لمدينة درنة اشتباكات متقطعة ومحاولات تقدم فاشلة لميليشيات حفتر على تمركزات مجلس شورى المدينة. أفاد مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن الهضبة خالد الشريف أن المؤسسة أفرجت عن 14 سجينا ممن صدرت في حقهم أحكام بالبراءة ومن انتهت مدة حكمهم. الشريف في تصريح للتناصح أوضح بأن المفرج عنهم منهم من كان موقوفا بتهم خاصة بأمن الدولة ومذبحة سجن بوسليم، وبعضهم قضايا مالية، ومنهم من أطلق سراحه بسبب ظروف صحية بقرار من النائب العام. أبدت كل من الجزائر وتونس توافقا حول سبل معالجة الأزمة الليبية قبل التئام القمة العربية بالأردن، رغم التباين العربي بخصوص مشروع القرار المتعلق بليبيا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون المغاربية وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بوزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة عمان المقرر عقدها الأربعاء. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء أن المحادثات بين الجانبين تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المتواصلة لدعم مسار التسوية السياسية، مؤكدة مواصلة التشاور والتنسيق بينهما وكذلك على المستوى الثلاثي الجزائري التونسي المصري. قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن روما تؤيد أي صيغة سياسية من شأنها أن تساعد الليبيين على تجاوز أزمتهم السياسية، مؤكدا أن محادثاته في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره سيرجي لافروف تركزت حول الأزمة الليبية. ألفانو في زيارته لموسكو أضاف أن إيطاليا تنظر إلى ليبيا على أنها بلد واحد، وأنه لا فرق بين الشرق والغرب في التعاطي الإيطالي مع الملف الليبي، معتبرا أن السلام في ليبيا لا يمكن فرضه من الخارج. وبحسب الوزير الإيطالي لصحيفة ميسيجيرو الإيطالية في عددها اليوم الثلاثاء، فإن لافروف أبلغه أن روسيا تسير في ليبيا على طريق تسوية سياسية شاملة. انتهى الموجز، شكرا على طيب المتابعة.